المطبق طاجن التونسي أو الفليفلة المحشية هن من الأطباق المميزة على المائدة التونسية. بحلقة المطبخ العربي العريق لهيدا الأسبوع الشيف رح يعرفنا على أشهر وأطيب الوصفات من المطبخ التونسي. هاي شيف، هاي مالك، كيفك اليوم؟ مشكور الله. مطبخنا غني اليوم، غني كتير اكيد. مطبخ بحر ابيض متوسط تونس. اوكي، طبعا بنعرف مطبخ التونسي غني بالخضار، غني باللحوم، بالاسماك حتى. مزبوط. والخبز القمح، لانه الاكل بتونس، اما الوصفات بتونس بيجي معها يا كسكس مثل ما بنعرف، بيجي معها خبز، بيجي حتى اما خضار من النشويات يعني بطاطا، مع جزر الى اخره. اوكي، فاليوم عم نعمل كم طبق. أول واحد هنعمله هو الفليفل المحشية. الفليفل المحشية هي هيكون فيها لحمة، جبنة، نوعين جبنة، فتة وعم جبنة بيضة بالإجماع. أنا عم بستعمل فتة وجرويير. ما ننسى أنه المطبخ التونسي ماستر كتير، مطبخ فرنسي كمان. مزبوط. إجمالاً كل المطابخ المغرب العربي تقريباً، إيه، بس التونس وليبيا أكثر بالإيطالي، حتى يعني في عندنا زيادة الإفكت الإيطالي. أوكي. حتكون محشية، في حيكون فيها بيض مسلوق. هالطبخة مثل العادة، مثل ما نعرف المطبخ التونسي غني كتير بالبيض المسلوق، تقريبا كل طبق فيه بيض مسلوق. وحنعمل ساعتها نحشي هالفليفله ونعملهم كلهم بقلب يخنه بالاخر. بنحشيهم بجبنه وهيك ونعملهم بيخنه، يعني حيكون مثل طيب مع صوص حمراء. ايه، حناخذ اول شيء اول يعني جات. بتعرف اجمالا نحن كعرب بنحب كل شيء انه محاشي. ايه، على طول مثلا الكوسه المحشي، الباذنجان المحشي، الفليفله المحشيه، البندوره، شو بعد في اشياء، كل شيء بنحشى. البطاطا قلتي؟ لا ما قلت البطاطا. الكوسه، الفليفله، الباذنجان، جزر في اول بنحشى اذا كان تخين. اوكي، هلا حنقطع على الخبز. هيدا نعمله هيك. هيدا شو رح يكون الخبز؟ وين هيدا رح يساعدنا نربط الحشوه مع بعضها. اوكي، نخلي الحشوه تقسى وتتماسك. تتماسك مع بعضها. اوكي، غير ما حنحط معه بيض مسلوق. على طول يعني مشهورين، مشهور الشعب التونسي بحبوا للبيض المسلوق والتونه. والتونه مبدئيا اكيد فراش، اما علب حسب الموسم. حنحط معه شويه مي لهين عشان تشرب المي. اوكي، الله يطرى. حطوا هون، فينا نحط له حليب اذا بنحب، بعطينا كمان نكهه مختلفه. هلا حنبلش نحضر الحشوه. يلا، مثل ما قلنا هي عباره عن لحمه وجبنه، اكيد بصل وثوم طبيعة الحال. فبناخذ بصلة هيدا الطبق بيشبه الاطباق بمغرب، بمطابخ المغرب العربي. شاف في اشياء بتشبهها اكيد. شو مثلا؟ المحاشي هي اللي عم نحكي عنها. اوكي اوكي، نفس الطريقة هي باللحمة تختلف. مع الجبنة بس تختلف شوي، يمكن بالنكهات، بالبهارات الى اخره، بس مبين اكيد في تشابه. المطبخ التونسي شوي متميز عن غير مطابخ المغرب العربي. بس الطاجن عنده هو عباره مثل عجه عندنا، ما اسمه طاجن، رح نعمله بعد شوي. البلاد العربيه، بلاد الشام اجمالا والخليج، عندنا الطاجن، عندنا العجه، فهي بتشبه الطاجن بالمطبخ التونسي. بالمطبخ التونسي اللي هي عباره عن بيض مدبوس مع خضره، ما يجي. بس بالمغرب، بالمغرب اجمالا كيف بتكون الطاجن؟ طاجن يخنه. يخنه بهيدي بالفخاره. بالفخاره اللي بتجي هيك مثل من فوق الهرم. مثل الهرم، كرمال هيك في عندك بيطلع البخار وبينزل ليقدر يطبخ هيدا الطبخه. طريقه بالطبخ، لانه مثل ما بنعرف المطبخ المغرب بالاجمال هو الطاجن بيشتغل كله على الطبق مع بعضه، ما في عندك بروسس انه حط البصل، حط الثوم، حط اللحمه، كله بينحط مع بعضه مبدئيا. اوكي، وبينطبخ ليعمل هذا. فهو شكل الكون هذا الطاجن، الغطا تبعه من جوا بصير البخار له بقلبه يساعد على الطبخ اسرع، لذلك عنده هالشكل. بس هي كلمه الطاجن هو هالفخاره من تحت اللي بتنطبخ على الحطب.